للصدقة الجارية. ايوه لو انا مثلا يعني هخص حد معين بعمل واحد يبقى ثوابه اكبر، ولا لما تفرق برضه على كذا؟ ما هو كل واحد بالنسبة لك، أنت تريد أن تتصدق بـ1000 جنيه، جعلتها عن عمرو، جعلتها عن عمرو ومسعود، جعلتها عن زيد وعمرو وخالد، هو الـ1000 جنيه أجرها ثابت. لكن هل ثوابها بيقل ولا برضه يعني؟ ثوابها على ملي من؟ لك أنت، الـ1000 هي الـ1000، ثواب الـ1000 هو الـ1000، إلا إذا تفضل الله من عندي بأي شيء. تمام، يعني أنا قصدي برضه لو واحد عامل صدقة جارية لأبيه وأمه مثلا. 1500 جنيه لأمك و500 جنيه لأبيك، ليس 1000 هنا و1000 هنا، بس خسرنا.